السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بداية كده ان شاء الله بإذن الله قبل ما نبدأ محاضرة النهاردة، عايز حد من الناس اللي كانت حاضرة معايا امبارح تقول لي الفرق ما بين الأربع برامج بستخدمهم في ايه؟ المحاضرات بتاعة الأوفيس اللي هي الوورد، الباور، الإكسل، الأكسس، اللي هجاوب بيبقى ليه بونص درجات زيادة. الأربع إحنا عندنا المايكروسوفت، في طبعا الوورد والإكسل والأكسس والبايربوينت. يعني أنا امبارح أما حضرتك كنت بتسأل سؤال، البايربوينت ده بيعتبر إيه؟ أنا قلت يعتبر لاست تاتش، يعني إن هو ممكن الواحد في الوورد ممكن الواحد يكتب مقال كبير جدا بيتعدى مثلا حوالي 20 صفحة 30 صفحة وهويفر أيا كان، مثلا المقال أو مثلا ايا كان بيسوي، وبعدين بيجي بس في الباوربوينت بيشرح اللي هو التوتال بتاعه او بيجيب الفاينل بالنسبه للعرض اللي هو بيقدمه ده. بالنسبه للاكسل يا باشمهندس، ده بنستخدمه طبعا في كل واحد، طبعا بالنسبه كمهندسين ممكن احنا بنستعمله في بعض العمليات الحسابيه، مثلا زي لما نيجي مثلا نيجي نعمل سبميت، او بنيجي مثلا نحسب كميات مثلا الضغط، او كل واحد على حسب. يعني بالنسبه للجماعه اللي هم بتوع المحاسبين ده بيكون حاجه كويسه جدا بالنسبه لهم، بيبتدي يفلتر بدل مثلا ما يجي مثلا يشيك على واحد واحد. لو عنده مثلا مشروع بيضم 1000 شخص تقريبا، فمش هيقعد كل واحد مثلا يديله، لا هو بيجمع مثلا قسم كذا ويبتدي يفلتر عليهم، فبيكون بيوفر ليه وقت جامد. يعني حتى مثلا لو بيجيب شيت مثلا، نقول مثلا في مجموعة معينة تضم عدد من الأشخاص، فبيبتدي يشوف الأشخاص اللي موجودين هنا أو الموجودين هنا عن طريق المعادلة مثلا زي فيلوك أب أو هايبر لينك. مثلا لو عايز مثلا يشوف بعض الناس اللي موجودة هنا أو الناس اللي موجودة هنا، أو عايز يعمل موضوع النظام اللي هو الهايبر لينك، إن أنت تربط شو اسمه، تربط مثلا شيت إكسل بشيت تاني عشان مثلا توفر إن في أي حد يقعد يدور مثلا على المعلومات دي. اللهم صل على حضرة النبي. الأكسس زي ما أنت حضرتك، يعني أنا ما اشتغلتش عليه عامة يا باشمهندس، اللي هو الأكسس، بس ده اللي انا اقدر، يا ريت تكون اجابتي واضحه، او العفو اذا كان في اي حاجه غلط. شكرا جدا يا هندسة. لا لا خالص، يعني أشكرك جدا على الإجابة بتاعتك، ويعني أشكرك مرة تانية إن حضرتك كنت مركز معايا في محاضرة امبارح. بالنسبة للجزء الأخير الأكسس، أنا بعمل بيه قاعدة بيانات. قاعدة بيانات هو زي الإكسل، بس الفرق ما بينه وبين الإكسل إن الإكسل بستخدم فيه معادلات، بستخدم فيه مثلا جداول إلكترونية، بستخدم فيه اللي هو عملية الربط بتكون أسرع من الأكسس. الاكسس اللي هو لو جينا اتكلمنا على اللي هو الهايبرات الكبيره بتاعت مثلا الاطعمه والاغذيه عموما، لما ما يجي يدخل مثلا صنف او البركود اللي بيمر بالصنف بيعمله او بيصممه ازاي؟ عن طريق برنامج الاكسس، عن طريق ان هو بيربط برنامج الاكسس بلغه برمجه، فهو مختص اصلا بقواعد البيانات، بيعمل لك قاعده للمشتريات اللي عندنا، قاعده للموظفين، قاعده للعملاء وهكذا. زائد ان احنا ان شاء الله لما ناخده باذن الله هندرسه مع بعض، هندرس ازاي ننشئ قاعده من الف للياء زي ما بيقول. طيب بالنسبه باشمهندس عزه، اتفضلي اتفضلي يا هندسه. ايوه زي حضرتك. الحمد لله تمام، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. اول حاجة عندي اللي هو برنامج الوورد. يعني حضرتك قلت ان هو مختص يعني للكتابة اكتر. مثلا حابين ان احنا ننشئ مستندات، نكتب مثلا اي سيرة ذاتية، طبعا غير تحرير النصوص ومعالجة النصوص وهكذا. ممكن برضو ان احنا نعمل جداول، ممكن نصمم اعلان معين، لوجو معين مثلا. وبيبقى برضو حاجات ثابتة، مش بيبقى متحركة مثلا زي الباوربوينت. تمام.
الباور بوينت بقى بيبقى الحاجات اللي هي اللي مش ثابته يعني، مش زي الوورد، يعني الحاجات اللي بالوورد ما بيقدرش يعملها. ممكن نعمل بقى تصميم يعني، كان في حاجات كتيرة قوي بصراحة مش متذكرها كلها، بس بيبقى يعني عرض تقديمي اكتر عن اللي هو عن الوورد. ممكن نصمم مثلا يعني، نعمل مثلا اللي هو تعداد مثلا اللي هو 1 2 3، ممكن نعمل اللي هو الإعلانات، ممكن نعمل لوجو، اللي هو كلها حاجات متحركة اكتر، وبيبقى طبعا اسهل وبيبقى احسن ومختصر عن الوورد. الوورد ممكن نكتب كلام كتير، لكن الباوربوينت بيستخدموه لانه بيبقى مختصر عنه. الاكسل بقى بيبقى مهتم اكتر بالجداول، وطبعا ممكن عمليات حسابية، بالمعادلات يعني، بيبقى فيه معادلات كتيرة قوي. غير طبعا حضرتك قلت الفرق بينه وبين الاكسس، ان هو الاكسس بيبقى مهتم بقواعد البيانات اكتر، مبقاش فيه يعني عمليات حسابية وكده. تمام، بس شكرا. أشكرك يا باشمهندس، يعني أنا شاكر لحضرتك يعني على الإجابة، وأتمنى إن أنتوا الفترة اللي جاية إن شاء الله تقدروا تستفادوا من المحتوى اللي أنا درسه إن شاء الله في الوورد وباور إكسل والأكسس بإذن الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. لحضرتك. باشمهندس محمد تهاني، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام يا هندسة. لا، وربنا يجازيك كل خير ويجعل في ميزان حسناتك. أنا هجاوب السؤال بس إجابتي قديمة شوية من الدبلومة اللي حضرتها مع حضرتك. اتفضل يا هندسة. بالنسبة للوورد طبعا هو زي ما أخذنا في الدبلومة، هو طبعا هو معالج للنصوص، بقدر أكتب بيه رسائل، أقدر أكتب بيه أي موضوعات أنا محتاجها، أقدر أعمل بيه فلايرز، اقدر اعمل بيه مثلا بروشورز او شيء، ممكن اعمل بيه برضه في كتير جدا من الاشكال قدرنا نعملها من خلاله ونصمم بها غلاف الكتب. وطبعا هي فيها كمان معادلات بس محدوده، واقدر اعمل فيها جداول نفس الشيء لكن محدوده مش زي الاكسل. بالنسبه للاكسل طبعا هو اساسا يعني في خاص بالجداول ومعالجه البيانات، بشكل ان انا اقدر اعمل عليها مثلا معادلات او اربط شيتات ببعضيها بحيث يسهل علي اخرج ان انا استخرج منها البيانات واعالجها بشكل اسرع. وفي كتير جدا من المعادلات ممكن نستعملها، واشكال كتير من الجداول نقدر نفس الشيء نستعملها. الاكسس هو برنامج زي ما حضرتك اتفضلت، هو قاعده بيانات، بيعمل لي قاعده بيانات لبيانات موجوده عندي حجمها يكون كبير، واقدر اربطه بعد كده مع الفيجوال بيزك او اي برنامج من البرامج اللي ممكن تعرض لي البيانات دي بشكل افضل او اسهل للمستخدم. الباوربوينت طبعا في عرض تقديمي، قدرنا نعمل منه برزنتيشن ونقدمها، قدرنا نعمل عليها في الدبلومه زي ما اتعلمنا يعني نعمل عليها انيميشن او تحركات مثلا بشكل معين او دخول البيانات بشكل جذاب للمستمعين، بحيث ان اقدر اوصل المعلومه بشكل سريع وسهل، وبحيث ان ما يقدروا يستوعبوه ما ينسوش يعني. تمام جدا هندسه، اشكرك هندسه والله، ربنا يخليك يا رب. وفعلا يعني اجابه يعني مختصر مفيد زي ما بيقولوا، ففعلا زي ما انت قلت دبلومه بقى، ربنا يجازيك كل خير. ربنا يخليك يا رب هندسه. باشمهندس محمد تهامي، باشمهندس محمد الشرقاوي، باشمهندسه عزه، والناس اللي جاوبت معايا برضو في الشات، باشمهندسه ايناس، وبشمهندس سعيد، وبشمهندسة داليا، منين تاني، وبشمهندسة هبة، وبشمهندس محمد عبد الستار، بشمهندس ياسر، يعني أنا بشمهندسة أميرة، من تاني معايا. أنا حابب أشكركم جميعا يعني على الإجابات دي كلها، يعني شاكر ليكم. بإذن الله يعني، لا أنا متوقع يعني بإذن الله يبقى فيه استفادة كبيرة خلال الفترة اللي احنا ناخدها مع بعض في شرح البرامج. وزي ما قلنا احنا هنشرح البرامج مش هنطلع منها غير واحنا فاهمين كل برنامج بيتكلم على ايه بالظبط. طيب هنبدأ ان شاء الله النهاردة مع بعض في برنامج، اول برنامج من البرامج الأساسية. الناس اللي هتركز معايا في الوورد، ناس اللي هتفهم الورد صح، التلات برامج الجايين هيبقوا أسهل مما تتخيل، أسهل مما تتخيل.
لان انا عندي الوورد هو الاساس. يعني هتلاحظ ان الوورد يعني كل الادوات 60 او 70% من الادوات دي هستخدمها تاني، بس هستخدمها تاني فين؟ في الباوربوينت، اكسل، اكسس وهكذا. طيب لو حبيت دلوقتي ان انا انشئ مستند وورد، مستند وورد، طيب هضغط ايه؟ احنا قلنا عشان انشئ ملف او مجلد كليك يمين على سطح المكتب وهقول له نيو، ثم هختار انا عايز انشئ ايه؟ انا عايز انشئ مايكروسوفت وورد دوكومنت. طيب اول ما بنشئه بلاقي في صيغه في الاخر اللي هو دي او سي اكس. نركز في الصيغه دي لان بيجي فيها سؤال في الامتحان الدولي، صيغه المستندات كذا، ممكن اقول لك صيغه برنامج تحرير النصوص كذا، السؤال ما بيجيش مباشر، يعني مش هقول لك صيغه برنامج الوورد، لا هيقول لك صيغه اللي هو دي او سي اكس. دي او سي اكس احنا قلنا لو الصيغه دي اتشالت فاصبح الملف عندك غير صالح للاستخدام. طيب الطريقه الثانيه بروح على علامه السيرش اللي من تحت واروح اكتب اسم البرنامج، اكتب بس اول حرفين اهو ظهر معايا وورد. دي الطريقه الثانيه. طب الطريقه الثالثه، من قائمه ستارت واروح هدور على وورد. طيب تعالوا كده نفتحه من قائمه ستارت. فتح معايا ايه؟ دي اول صفحه، ان هو ايه بيطلب منيك او بيسالك انت عايز تعمل ايه. انا عايز ابتدي انشئ مستند فاضي واشتغل عليه. طيب اول ما اروح برضو كمان على السيرش واكتب وورد واروح ادخل عليه، ايه اللي حصل؟ برضو جاب لك نفس الشاشه، طلب منيك انت عايز تشتغل على ايه. هقول له انا عايز اشتغل على بلانك دوكومنت، يعني مستند فاضي. طيب لو جينا انشأناه بالطريقه دي وجيت فتحته، ايه اللي حصل؟ فتح لي المستند على طول، فتح لي المستند على طول. طيب حلو خالص لحد الان. انا عندي برنامج الوورد بستخدمه في تحرير النصوص في المستندات، الباوربوينت بستخدمه في العروض التقديميه والانيميشن والانتقالات، عندي الاكسل بستخدمه في الجداول الالكترونيه والمعادلات، الاكسس بعمل بيه قواعد بيانات، عندي برنامج الوورد اسمه دوكومنت او مستند، والباوربوينت اسمه برزنتيشن او عرض تقديمي، والاكسل اسمه ورك بوك، تمام، اما الاكسس اسمه داتا بيز قاعده بيانات. الصفحه في الوورد بسميها بيج، بيج، اما في الباوربوينت بسميها ايه؟ سلايد اللي هو شريحه. طيب في الاكسل بسميها ايه؟ شيت. طيب في الاكسس بسميها بيز او قاعده. طيب انا دلوقتي فتحت اهو المستند بالطريقه اللي انا عايزها، نفترض انا مش هفتحها بالطريقه دي، انا هعزل ده، انا فتحته من قائمه ستارت ودورت على وورد وفتح معايا بالشكل ده. طيب احنا قلنا عندي الوورد اسمه دوكومنت او مستند، هروح اقول له ايه؟ هقول له بلانك دوكومنت، يعني مستند فاضي. ففتح معايا المستند بتاعي. اي برنامج تاني، اي برنامج تبع حزمة اوفيس بيتكون من اربع اشرطة رئيسية، اربع اشرطة رئيسية: شريط العنوان، شريط القوائم او التابات، شريط الادوات او الريبون، وشريط الحالة. اللي فوق خالص ده انا بسميه ايه؟ بسميه شريط العنوان، اللي هو العنوان بتاع المستند اللي انا فاتحه. المستند اللي انا فاتحه اسمه ايه؟ دوكومنت 5. وهنا راح كاتب لك اسم البرنامج اللي انا فاتحه اللي هو وورد. طيب تحت شريط العنوان في اللي هو شريط القوائم او التابات، دي كلها اسمها تابة. هوم، انسرت، درو، ديزاين، لي اوت، ريفرنسز، ميلينج، ريفيو، فيو،
ديفلوبر وهكذا. دي كلها اسمه تابات او قوائم. كل تابة فيهم نازلة منيها مجموعة أدوات، دي كلها أدوات أهو. أنا عايز أفتح أدوات الإنسيرت، هدوس عليه. عايز أفتح أدوات الريفيو. طيب بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك علم على الريبون، علم على الريبون. فبمجرد ما هضغط في مكان الريبون او الادوات كده اعلم عليه. هو عايز يعرف منك ايه؟ هو عايز يعرف شريط الريبون ده هو ايه بالظبط، اللي هو الادوات دي، الادوات اللي عندك. طيب اللي من تحت ده اسمه ايه؟ اسمه شريط الحاله، اللي هو هتلاقي فيه الزوم. شريط الحاله هتلاقي في شريط الحاله من تحت كاتب لي بيج 1 اوف 1. طب تعالوا كده، قايل لي ايه تحت؟ بيج 1 اوف 3، معناها ان انا واقف في الصفحه الاولى من المستند بتاعي اللي فيه 3 صفحات. هنا بيج 1 اوف 3 معناها ان انا واقف في الصفحه الاولى والمستند بتاعي فيه 3 صفحات. طيب كده تمام كده، باين اللي من تحت. هنا بيج 1 اوف 3 يعني معناه ان انا واقف في الصفحه الاولى من عدد صفحات المستند اللي هي 3. طيب حلو خالص. طيب بيقول لي هنا صفر ووردز، يعني انت ما عندكش ولا كلمه في المستند. ايام الابحاث في الجامعات كان الدكتور بيقول لك انا عايزك تكتب لي 1500 كلمه. انا ايه ده؟ انا هبتدي اعد كل شويه؟ ده مرار طافح. لا مش هتعد، انت هتبص من تحت على كلمة صفر ووردز. كتبت مثلا، مايكروسوفت اوفيس دبلوما قال لي كم كلمة؟ بيقول لي 3 ووردز، انت كتبت كده 3 كلمات في المستند. طيب تعالوا كده مثلا نكتب هنا حاجة تانية، انا بكتب اي حاجة اهو. قال لي ايه من تحت؟ قال لي 5 ووردز، 5 كلمات. فهو بيعد معاك الكلمات اللي عندك. طيب بعد كده الانجليش، اللغة اللي انت بتكتب بيها دلوقتي بقت عربيك، يبقى دي اللغة اللي أنا بكتب بيها. إحنا بنغيرها من Alt مع Shift. طيب هتيجي ناحية اليمين، في عندك 3 مربعات صغيرين جنب بعض. أول حاجة بيقول لي إيه شكل الكتاب، اللي هو Read Mode، وضع القراءة. أنا خلصت بالشكل ده وعايز ابتدي اعرض الكتاب بتاعي، ادي وضع القراءه. من فين؟ الوضع اللي جنبه اسمه برنت لي اوت، برنت لي اوت وضع التخطيط، الوضع الطبيعي اللي احنا بنشتغل عليه. طيب الوضع الثالث اسمه الويب لي اوت، وضع اللي هو الويب او المتصفح، ادي شكل وضع الويب. فالوضع اللي انا بشتغل عليه اللي هو اللي في النص اللي هو برنت لي اوت. طيب اللي هو الماينس والبلس، النيجاتيف والبوزيتيف، بتزود وبتنقص الصفحة، ده اللي هي تكبير وتصغير حجم الصفحة. فالوضع الطبيعي اللي هو كام؟ 100%. دول اللي هو الـ4 أشرطة. طيب عندك فوق جنب شريط العنوان، يا اما هتلاقيه هنا فوق عندك، يا اما هتلاقيه بالشكل ده زي ما موجود عندي هنا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكويك اكسس تول بار، شريط الوصول السريع. هتلاقي شريط زي ده موجود من فوق بالادوات بتاعته، وجنبه فيه سهم نازل لتحت، هتلاقيه هنا فوق. لو عندك اوفيس 2016، انا عندي 365 عشان كده ظهر من تحت.
تضغط على السهم دي فظهر معاك كلام كتير بالانجليزي انا مش فاهمه. الكلام اللي معلم عليه علامة صح هتلاقيه ظاهر معاك. طيب ده ايه؟ ده اللي هي ادوات سريعة الوصول، الادوات اللي انا بستخدمها كتير. يعني انا دلوقتي عايز ابتدي افتح ملفات عندي على الجهاز، لسه هروح على فايل، بعد كده اوبن، بعد كده براوس، اروح ادوس على اوبن على طول. الوصول السريع دي ادوات انا عايز استخدمها، يعني ما تاخدش وقت معايا، يعني ادوات اللي دائم الاستخدام عليها. عايز اخلي انا دايما هستخدم مثلا سيف، اروح ادوس على سيف، اهي ظهرت بالشكل ده. طيب انا هستخدم مثلا الاند اللي هو الكنترول زد اللي هو الرجوع لو عايز ترجع خطوه لورا. طيب انا هستخدم مثلا الكويك برنت، اهي ظهرت معايا. طيب الغيها ازاي؟ هدوس برضو على السهم واروح اشيل علامه الصح من عليها، اكبر من السهم واشيل علامه الصح من عليها، يا اما هضغط عليها كليك يمين وهقول له ايه، ريموف فروم اكسس كويك اكسس تول بار، يعني ازاله من شريط الوصول السريع. اهو اتشالت من شريط الوصول السريع. هندسة معلش. تمام تمام يا هندسة. طيب فتشات من شريط الوصول السريع. طيب حلو خالص، ده بالنسبة للقوائم اللي عندي. هنبدأ في أول قائمة مع بعض النهاردة اللي هي قائمة فايل. قبل ما أدخل على قائمة فايل، حد عنده أي مشكلة؟ بس قبل ما نتكلم أنا فعلا نسيت حاجة. الصفحة دي اللي أنتم شايفينها دي صفحة العمل اللي أنا بكتب فيها، اللي أنا إيه بشتغل عليها. طيب اللي ظاهره من فوق دي ايه هي؟ دي اللي هي المسطره بتاعتك، اللي هي بظبط من خلال المسافات البادئه والمسافات النهائيه. بدايه الكلام هيكون فين ونهايه الكلام هيكون فين؟ طيب ده برضو المسطره بس المره دي اللي هو ناحيه اليسار، اللي هي من فوق ومن تحت. المسطره دي خاصه ببدايه الكلام من فوق وتحت، المسطرة اللي من فوق دي خاصة ببداية الكلام من ناحية اليسار وناحية اليمين، فبتظبط معايا بداية الكلام، هشوف أنا عايزه فين بالظبط. طيب ده اللي هو اسمه شريط التمرير أهو، لو عايز أنزل للصفحة الثانية ده اسمه شريط التمرير. طيب لحد الآن في أي مشكلة مع الناس؟ لحد الآن أمور بسيطة، أمور سهلة. تفضل. طريقة إضافة صفحة جديدة، هو احنا لسه هناخدها المفروض المحاضرة اللي جاية، بس أنا هقولها لك سريعا كده. من قائمة insert وأروح أقول له حاجة اسمها blank page. blank page يعني صفحة فاضية، بلانك بيج اللي هي صفحه فاضيه، من انسرت وبلانك بيج. يا اما هتفضلي تدوسي مثلا انتر لحد ما تلاقي المؤشر بتاعك اهو، المؤشر ده بيتحرك اهو، هيروح على الصفحه الثانيه. لا هو مكانه يا اما فوق هنا يا اما هتلاقيه تحت اهو. هتلاقوا فيه زي سهم من فوق، تمام، هي الظاهرة عندي هنا. او السهم ده بصوا كده، اول ما ادوس عليه ايه اللي حصل؟ ظهر معايا ثلاث اختيارات، هتلاقيه عندك في شكل مربع، هيقول لك فول سكرين مود، خليها لي بالشكل ده. لا دوس على الثلاث نقاط. طب انت عايز اللي هو شو تاب اونلي، يعني يظهر معاك التابات بس، اهو ظهر التابات اللي من فوق. طيب لازم علشان اظهر القوائم اروح ادوس على كل واحده فيهم. طب لا انا عايز اثبت القوائم، اقول له الوز
شو ريبون، يعني دائما اعرض شريط الادوات اهو بالشكل ده. طيب لو عايز اخفي شريط الوصول السريع برضو من السهم اللي نازل من تحت، واروح اعلم على هايد كويك اكسس تول بار اهو، انا كده لغيته. اظهره ازاي؟ برضو من السهم دي، واروح اعلم علامة صح على شو كويك اكسس تول بار. طيب في اي مشكلة لحد الان؟ امور تمام مع الناس؟ طيب حلو خالص. قبل ما ابتدي اكتب للمره الثالثه، الناس ركز في اللي انا هقوله دلوقتي. انا دلوقتي اشوف نفسي الاول، هكتب عربي ولا انجليزي؟ نفس القصه هعملها في الباوربوينت، نفس القصه هعملها في الاكسل. انا نفترض دلوقتي بكتب عربي، فطريقه الكلام العربي بيكون ازاي؟ بيكون جاي من ناحيه اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين؟ العربي بيكون من اليمين الى اليسار، من اليمين الى اليسار. طيب الانجليزي من اليسار الى اليمين، اللي هو ليفت تو رايت ورايت تو ليفت. الوصول السريع مش بيتم نقله، تمام؟ وانا ما جربتهاش قبل كده، بس لو جربتها وعملت معاك ممكن تقول لي الطريقة ازاي. طريقة كتابة سريعة العدد من السطور الباراجراف. حاضر. طيب انا دلوقتي ليه انت حاسس الكلام مش مظبوط؟ يعني حتى هنا من تحت المفروض يجيب لي دي في البداية، طيب ليه ما جابهاش من البداية؟ علشان لو جيت بصيت على العلامتين دول فوق في قائمة هوم، قائمة هوم، هتلاقي في علامتين بالشكل دول اهو. علامة ليفت تو رايت تكست دايركشن اللي هو اتجاه النص، وهنا برضو رايت تو ليفت. انا دكت كاتب ايه؟ انجليزي. بصوا كده حتى هتلاقي في مشكلة في التحديد. هروح اقول له من فوق ليفت تو رايت، ايه اللي حصل؟ ظبط معاك، ظبط معاك طريقة الكلام. طيب نفترض انا بكتب بالعربي، وهنعرف ان شاء الله موضوع العربي ده مع بعض. تلوش هناخده خطوة خطوة. من أول فيديو فين فيديو أو على هي من فيو ريفيو ترانسليت العربي زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. التكست دايركشن بتاعه فين؟ انا قلت من اليمين لليسار. تعالوا كده نعكس، بصوا اللي حصل فيه. لا انا هخلي طريقه الكتابه من اليمين لليسار، ده عربي. اما الانجليزي بيكون العكس، من اليسار لليمين زي ما انتم شايفين. طيب انا عملت الكلام ده ازاي؟ طب انا اظهرت الكلام المكتوب ده ازاي؟ كتبت يساوي، يساوي راند، يساوي راند. وافتح القوس واقفل القوس اهو، ده اللي انا كتبته عشان ظهر معايا القطعه الجاهزه. طب القطعه دي ايه؟ القطعه دي بيشرح لك برنامج الوورد، بيشرح لك مثلا بيعمل ايه، بيسوي ايه. طب لو عايز اضيف صوره بعمل ايه، لو عايز اضيف مخطط تفصيلي بعمل ايه، وهكذا اهو. يساوي راند، وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر. طيب نفترض دلوقتي رحت انا كتبت له داخل اقواس 4.6، داخل أقواس 4.6. طب يعني إيه 4؟ يعني 6. تعالوا كده إحنا هنعرف دلوقتي يعني إيه 4 ويعني إيه 6. بصوا كده انتر.
واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى الأربعة معناه إن هو عمل لك إيه؟ عمل لك أربع قطع أهي، أدي قطعة، أدي التانية، أدي التالتة، وأدي الرابعة، بمعنى كلمة أربعة. طيب ستة، تفتكروا ستة عمل لي إيه؟ عمل لك ست جمل في القطعة. أدي واحد، الجملة الأولى آخرها نقطة، الجملة التانية فين؟ الجملة التانية أهي، ماشيين أدي كده الجملة التانية، فين التالتة؟ أهي التالتة، الرابعة، الخمسة، والستة. يعني معنى كده إن الأربعة معناها إن أنا هضيف لك أربع قطع. طيب الستة معناها إن أنت هتضيف لي ست جمل، ست جمل. طيب في أي مشكلة قبل ما أدخل على أول قائمة اللي هي فايل؟ في أي مشكلة قبل ما أدخل على قائمة فايل؟ طب هي الناس سمعانه ولا لا؟ يعني الصوت واصل للناس ولا لا؟ يعني صوته واضح؟ تمام كويس. بعملها امتى؟ هي ملهاش لازمة، أنا بعملها دلوقتي عشان بس أشتغل عليها. يعني انا عملتها دلوقتي اهو عشان مثلا لو عايز ابتدي اعمل تنسيقات عشان اشرحها لكم، مثلا تنسيقات بتتعمل ازاي وهكذا. زائد ان هي برضو زي ما قلنا، لو حبيت ان اعرف شرح الحاجة معينة، لان هو برضو في نفس الوقت بيشرح لك، يعني بيقول لك ايه هنا، يوفر الفيديو طريقة قوية لمساعدتك في اثبات وجهة نظرك. عند النقر فوق فيديو عبر الانترنت يمكنك لصق في التعليمات البرمجية المضمنة للفيديو الذي تريد اضافته. يمكنك أيضا كتابة كلمة رئيسية للبحث عبر الإنترنت عن الفيديو. حتى بينصحك يوفر الورد رأس وتسجيل الصفحة، الغلاف، مربع النص، وهكذا. نص عشوائي بالظبط كده يا هندسة، معناه إن هي نص عشوائي. تمام ايوه بالظبط كده بالظبط، هي خدت الامتحان. طيب حد عنده سؤال قبل ما ابتدي اشرح في اول قائمة؟ حاضر. لا ما هو انا ما جبتهاش عربي، انا غيرت اللغة بتاع، انا حددت كده ورحت قلت له ترانسليت اللي هو ترجمة للقطعة اللي انا محددها في الترانسليت، اللي هو الترجمة، عارف ان اللغة اللي انا محددها هي اللغة الانجليزية، يعني من طيب تو الى، يعني انا هترجم من انجليزي الى ايه اهو، فروم اللي هي اللغة اللي انا محددها، طيب تو هترجمها لايه، فهختار العربيك. انا بعمل ايه؟ بعمل اكتب يساوي ار اي ان دي، وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، يساوي اهي بالشكل ده، يساوي ار اي ان دي، افتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، هيظهر معاك اللي هو النص العشوائي.
حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ طب بصوا كده، القطعه هنا ما طلعتش مظبوطه ليه؟ لان انا ما لعبتش في الدايركشن بتاعي. احنا قلنا قبل ما اكتب، لو هكتب انجليزي اخليه ليفت تو رايت، يعني من اليسار الى اليمين. طب لو هكتب عربي اخليه رايت تو ليفت، من اليمين الى اليسار. في اي مشكله لحد الان؟ تمام. طيب هدخل على اول قائمه اللي هي قائمه فايل. قائمه فايل في مجموعه اوامر في قائمه فايل. اول قائمه اللي بقول لك ايه، هوم، اللي هي تظهر معاك حاجه اسمها نيو. انا لو عايز افتح مستند، دول نماذج جاهزة، كل ما عليه ان انا هعدل فيهم بس. تمام. الصور زي ما قلنا هوم، دي الصفحة الرئيسية. أنا لو عايز أفتح مستند فاضي هقول له بلانك دوكيمنت أو مستند فاضي، ودي كلها تمبلت، يعني نماذج جاهزة. كل ما علينا أنا أفتح النموذج وأقول له كرييت، وأروح أعدل فيه زي ما أنا عايز. يا إما هقول له حاجة اسمها المور تمبلت، يعني نماذج أكتر، فظهر معايا بالشكل هنعرفها كمان شوية. هنا بيظهر معاك ايه؟ المستندات اللي انت فتحتها، اي اخر مستندات انت فتحتها. بيقول لي ايه؟ ريسنت، اللي هي مؤخرا، يعني اخر مستندات انا فتحتها. حاضر. طيب انا قلت لك ادخل لي على مستند الوورد وانشئ لي، انشئ لي تمبلت مثلا اسمه بانر كليندر. السؤال ده بيجي في امتحان الدولي، بيقول لك انشئ لي مستند وبيقول لك اسم المستند، فانا هدور على اسم المستند اللي هو بيقول عليه. انا قلت لك انشئ لي مستند اسمه بانر كليندر، ادي بانر كليندر، واقول له كريت. تمام. طيب انا طالما متصل بالانترنت ظهرت معاك هنا برضو في، حاضر عادي، حاضر. لو رحت على بيزنس هتلاقي في حاجات جاهزة بالشكل ده. طيب هقول له باك. طب انا عايز فلاير، فلاير، ادوس على فلاير فظهرت معاك فلايرات جاهزة. كل القصة هتروح تفتح الفلاير اللي عندك بالشكل ده، وهقول له كرييت، بيقول لي داونلودنج يور تمبلت. معنى كده ان التمبلت ده بيعمل له عملية تنزيل، بينزله من فين؟ من الانترنت اهو. كل ما عليه بس ان انا همسح الكلام المكتوب وابتدي اعدل. مثلا كتبت له اي سي دي بالشكل ده. هيكون مطلوب قبل ما انسى برضو، يعني التاسك ده برضو يا باشمهندس معلش سجله عندك، هيبقى مطلوب من الناس انها تعمل لي، تختار لي تمبلت، تمبلت جاهز، وتختار اي موضوع تتكلم فيه، وتختار اي موضوع تتكلم فيه تمبلت جاهزه مثلا بالشكل ده تمبلت. كل ما عليك ان انت تمسح الكلام اللي مكتوب فيه وتكلم لي على موضوع معين ايا كان الموضوع ده ايه، لو كلمتين ثلاثة. تمام. طيب حد الان الصوت في اي مشكلة؟ موجودة في كل نسخ الوورد، بس على حسب، يعني في 16 هتلاقي فيه تمبلت احدث من 2010، 19 احدث من 2016، وهكذا. التاسك الاول
بتاع محاضرة النهاردة، هو لسه هيبقى فيه تاسك تاني إن شاء الله. يعني أنا التاسكات اللي بديها، إحنا زي ما اتكلمت معاكم هيبقى فيه مشروع، التاسكات دي هتاخدوا عليها بونص، يعني أنا مش هعملها إجبارية، لا هعملها بونص، اللي عايز يسلمها يسلمها، بتزود معاه في النسبة النهائية في الآخر. آه التاسك ده تسلمه بكرة. يعني معلش حد للناس برضو لحد يوم الخميس ان هي تسلم تاسك النهارده ده. انا عايز بس ايه الناس تختار التمبلت جاهزه، التاسك ده انا مهم بالنسبه لي تمام، ونحط عليه نسبه بونص كبيره جدا كمان. تختار التمبلت جاهزه وتتكلم على موضوع معين، اللي هتكلمنا على اي اس دي ال، اسم الشركه بتعمل ايه، بتسوي ايه، ايه البرامج اللي فيها، الاي اس 3 وهكذا. الباشمهندس احمد هنزل لكم فورم هتسلموا فيها التاسك بتاعكم. ماشي لحد يوم الخميس، لحد يوم الخميس. اللي عايز يمشي معايا تاسكات ويتابع معايا اول باول هيبقى افضل لي، يعني كنصيحه. فالتاسك الاول زي ما قلنا التمبلت الجاهزه اللي هتنزلها وتشتغل عليها، هتشرح لي او تتكلم على نقطه معينه تمام، ولو عايز تحط لوجو حط لوجو، شوف انت هتظبطه ازاي تمام. طيب انا لو قلت لكم عايز اكتب له بلانك دوكمنت، يعني مستند فاضي، بفتحه وابتدي بقى اكتب زي ما انا عايز. طيب لو انا دلوقتي فاتح مستند الوورد ورحت وقلت لك افتح لي مستند وورد موجود على الجهاز، اقول لك ايه؟ هقفل ده اهو، ادخل على زيز بي سي واروح ادور على المستند اللي انا عايزه، ادور على مستند موجود هنا ولا هنا، لا تقعد تدور عليه لحد ما توصل له. حاضر هندسة، حاضر مفيش اي مشكلة، يعني حد للناس فرصة انهم يسلموا لحد نهاية الاسبوع، لحد نهاية الاسبوع حاضر مفيش اي مشكلة تمام. زي ما قلنا، طيب مثلا التواصل الاجتماعي هتروح تدور عليه ده موجود في السي ولا الدي ولا الاي ولا موجود فين بالظبط، لا كل ما عليه جهاز. طب انا عايز افتح ايه؟ انا عايز افتح مستندات موجوده فين على الجهاز، يا اما اروح على علامه الفولدر اللي انتوا شايفينها فاقول له براوس واروح ادور على المستند بتاعي من هنا، انا حاطه فين بالظبط. انا نفترض ان انا حاطه على الديسكتوب، هروح اختار ديسكتوب واختار الملف اللي انا عايز افتحه واقول له اوبن او فتح، يا اما هروح على زيز بي سي، يعني يا اما براوس يا اما زيز بي سي، هتلاقيه فتح معاك ايه الجهاز. هذه ملفات موجودة على الجهاز، افتح منيها الحاجات اللي انت عايزها او اعمل سيرش على المستند بتاعك تمام. فانا بروح على براوس او استعراض، هيفتح معاك الجهاز تلقائي كده، ودور في المكان اللي انت حاطط فيه المستند واقول له اوبن او فتح. طيب لو قلت له اد ابليس هضيف، بس المرة دي فين؟ في حاجة اسمها وان درايف، وان درايف على الانترنت، انا هحفظ الملف بتاعي فين على الانترنت. طيب في حاجه اسمها شيرد ويز مي، يعني هتشاركها مع اشخاص معينين، هتشارك المستند مع اشخاص معينين. طيب ريسنت اخر مستندات انا فتحتها، اهي اخر مستندات انت فتحتها، ريسنت اخر مستندات انت فتحتها على الوورد. يبقى كده مفيش مشكلة في الهوم ولا نيو ولا اوبن. نيو احنا قلنا لو عايز ابتدي افتح صفحة عمل جديدة، اوبن لو عايز افتح ملفات وورد موجودة على الجهاز. طيب
ثالث حاجة في حاجة اسمها info أو information. بس قبل ما أدخل على info أرجع خطوة لورا تاني أهو. دلوقتي عشان أدرج قطعة جاهزة بعمل إيه؟ إحنا قلنا إن أنا بعمل يساوي R A N D وافتح القوس من شيفت 9 واقفل القوس من شيفت 0 من شيفت 0 واقول له انتر. ايه اللي حصل؟ ضاف لي القطعه الجاهزه بتاعتي. ضاف لي القطعه الجاهزه بتاعتي اللي عندي بالشكل ده. تمام، دخلت اهو مثلا على اوبن، رحت مثلا اد بليس او اضافة قطاع اضافة مكان، هقول له اون درايف، فبيحمل معايا بيقول لي اكتب الايميل بتاعك. بمجرد ما هيكتب الايميل بتاعك هيدخل على الوان درايف، اما على الانترنت مثلا انا فتحت جوجل ورحت مثلا قلت له وان درايف او جوجل درايف او اهو وان اهو وان درايف. هكتب وان درايف، ادور على حاجه اسمها مايكروسوفت وان درايف، يقول لي سعه تخزين شخصيه على الانترنت. تسجيل الدخول، انا سجل دخول. اكتب برضو الايميل بتاعي هنا، هتكتب الايميل وتقول له نيكست نيكست وتكتب الباسورد، هيدخل لك بعد كده على ايه؟ على الوان درايف. الوان درايف طيب هروح له على حاجه اسمها انفو او انفورميشن، دي من خلالها بعمل عمليه بروتكت او حمايه المستند. انا هقفل ده مثلا، ده خليه زي ما هو. جيت فتحت ده، عايز اعمل له باسورد بحيث اللي يجي يفتح المستند ده يعمل له ايه؟ يطلب مني كلمه المرور. بس احفظ الاول على سطح المكتب، واروح على فايل بعد كده انفو، انا عايز اعمل له قفل. ايه العلامه الموجوده هنا اللي بتدل على القفل؟ اللي هي ايه؟ علامه القفل والمفتاح اللي هي اسمها بروتكت دوكيمنت، يعني حمايه المستند. هدوس عليها، ادور على نفس العلامه اللي هي ايه؟ علامه القفل والمفتاح اللي هي انكريبت ويز باسورد، التشفير بواسطه كلمه المرور. هروح اكتب كلمه المرور بتاعتي، هقول له اوكي، يقول لي اكد كلمة المرور، ادي واحد، قول له اوكي. اللي حصل؟ عمل لك مستطيل باللون الاصفر، بيقول لك a password is required to open this document، يعني كلمة المرور مطلوبة علشان خاطر تفتح المستند ده. قول له سيف. فين المستند؟ اهو، تعالوا كده نفتحه. اكتب كلمة المرور، قول له اوكي، فتح معايا المستند. يبقى من فايل بعد كده انفو او انفورميشن، وهقول له بروتكت دوكيمنت حمايه المستند اللي هو علامه القفل والمفتاح، واختار نفس العلامه اللي هي علامه القفل والمفتاح اللي هي انكريبت ويز باسورد اللي هو التشفير بواسطه كلمه المرور. طيب انا عايز الغي الباسورد بنفس الطريقه، كل ما عليك بس امسح كلمه السر اللي انت كتبتها، بقول له اوكي، ادي مساحه الباسورد بتاعي. ناحيه اليمين في عباره عن انفورميشن او معلومات عن المستند اللي انت فاتحه، بيقول لي السايز حجم المستند 2.18 ميجا
بايت، ده حجم الحجم بتاع المستند. طيب البيجز اللي هو عدد الصفحات، انت عندك كام صفحة في المستند. طيب الووردز عدد الكلمات، انت عندك كام كلمة، 41 كلمة. طيب توتال اديتنج تايم، يعني انت بعد ما حفظت الملف وجيت فتحته للمرة الثانية، ايه الوقت اللي انت اخدته في التعديل؟ انا اصلا ما حفظتش الملف ده، عشان كده قال لي 0 مينت. هنا بيقول لك حاجة اسمها اللاست موديفايد، امتى اخر مرة حدثت عليه، امتى اخر مرة حدثت عليه. طيب كرييتد، انت انشأته امتى، انشأته امتى. طيب اللاست برينتد، امتى اخر مرة طبعته، امتى اخر مرة طبعته. طيب عندي بعد كده نقطتين مهمين جدا، اللي هو سيف وسيف از، ايه الفرق ما بين الاتنين؟ بس قول لي ايه الفرق ما بين سيف وسيف از. باشمهندس محمد الشرقاوي اتفضل. هندسة باشمهندس، بالنسبة لموضوع سيف، إذا الواحد مثلا بيكتب أي كان لتر أو خطاب، فهو بيعمل مثلا كنترول اس، فبيعمل سيف للمقال نفسه، لآخر حاجة هو كان كاتبها. أما بالنسبة لسيف أز، فأنت مثلا ممكن تحفظه على إذا كان مثلا الفايل في هنقول مثلا موجود على السي، ممكن أحفظه أقوم جاي عامله سيف أز أو أحطه بره على الديسك توب. إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. أنا هندسة، أشكرك جدا يا هندسة، شكرا جدا. شكرا لك يا باشمهندس. تمام، حد تاني هيشارك معانا؟ مين هيشارك معانا؟ خلي ماشي، باشمهندس محمد منصور عشان ما شاركش، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هندسة. الله يعطيك العافية. سيف از لما بحفظ لأول مرة ملف جديد، سيف ممكن أعملها يا كنترول سي يا سيف، من أجل أن أحفظ على الملف نفسه مكان بنفس المكان اللي هو موجود فيه. برضو سيف از لو أنا بغير مكانه زي ما قال البشمهندس الأول، لو أنا هغير مكانه لمكان ثاني. تمام هندسة، الله يعطيك العافية. مهندسة عزة تفضلي. هندسة حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. طيب هو سيف لو احنا مثلا بنحفظه في ملف الورد نفسه، ومثلا لو احنا حابين بعد كده ان احنا نعدل مثلا على الملف، برضو بندخل يعني برنامج الورد نفسه ونختار الملف ونعدل عليه براحتنا، ويعني بيحفظ التعديلات مثلا، بس بيكون في الموقع نفسه اللي هو الورد البرنامج نفسه. لكن سيف از مثلا لو احنا عايزين مثلا نحفظ الموقع ده، قصدي المستند ده، في مثلا في مكان تاني، في موقع تاني مثلا، ممكن نختار له يعني نغير اسمه، نكتبه باكتر من اسم، فاللي هو بيبقى عامل يعني زي ممكن نسخ، مثلا بنسخ الملف بس في مكان تاني يعني. بس هو تقريبا ده الفرق اللي انا عارفاه. تمام، اشكرك يا هندسة، اشكرك جدا. باشمهندس محمد سعد. السلام عليكم، ازيك يا هندسة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هندسة، اخبار حضرتك؟ الو، سامعني يا هندسة؟ سامعك يا هندسة. ماشي تمام. هو الاختلاف بين سيف وسيف اس، ان سيف اللي هو المفروض اي ملف انا بحدث عليه بعمل احتفاظ على الايديت او اي شيء جديد انا ضفته على الملف، لكن سيف اس ان انا بخزن على ملف جديد او على ملف موجود بس بعمله اسم جديد يحمل الاسم نفسه يعني او اسم مختلف. تمام هندسة، شكرا جدا. شكرك انت. شكرا. شكرك هندسة. باشمهندس عادل اتفضل. هندسة
أيوة السلام عليكم. سمع. عليكم السلام. سمعني؟ سمع حضرتك. أهلا باشمهندس محمد. الحمد لله تمام، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، بنشكر حضرتك على مجهودك وعلى وقتك وعلى العلم القيم اللي حضرتك بتدهن. عفوا، عليه تحت أمركم دايما إن شاء الله. أولا حضرتك بالنسبة لسيف إز، أنا بنشئ نسخة أخرى من الملف، من الملف مع السماح بتعديل الاسم والمكان والاكستنشن بتاع الملف، يعني ممكن اسيفه ك بي دي اف او ك 1 اللي هو 1 نوت، اي اكستنشن اخر يسمح به الوورد، يعني بغير بعمل نسخه اخرى من نفس الملف. لما اقول سيف اس بعمل نسخه اخرى مع السماح بتعديل الاسم والمكان ونوع الملف، ممكن اغير احتفظ بنفس الاسم ونفس المكان بس اغير نوعه اخليه بي دي اف مثلا. يبقى اذا سيف اس بيخليني اعمل نسخه اخرى من الملف مع امكانيه تعديل اسمها اسمه او مكانه او نوع الملف بنوع اخر يسمح به الوورد زي البي دي اف. اما سيف بحفظ التعديلات على نفس الملف بنفس مكانه بنفس الاكستنشن بتاعه. ما خلص تمام، اشكرك جدا هندسة. باشمهندس عبد الرحمن تفضل. هندسة مهندس عبد الرحمن حضرتك متواجد معنا؟ حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك كده تمام. اعتقد ان سيف، الفرق بين سيف وسيف از، سيف لو انا بعدل على الملف هو موجود عندي قبل كده، لكن سيف اف سيف اس لو انا بحفظ ملف جديد يعني لسه فاتح. انا هندسه اشكرك جدا هندسه. باشمهندس محمود تفضل. هندسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام هندسة. مهندسنا المحترم، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. حضرتك زي ما تعلمنا منك في البداية سيف وسيف أز لو لأول مرة الاتنين زي بعض، سيف بيدخلني نفس القائمة ونفس البيانات بتاعت سيف أز لو لأول مرة، إنما بعد كده سيف بيحفظ مباشرة وتلقائيا على نفس المكان وعلى نفس المواصفات ونفس البيانات اللي كانت موجودة قبل كده. سيف أز بنقل حاجة تانية كأن أنا هنقل باسم جديد، هنقل في مكان جديد، هنقل بنوعية ملف جديدة. ففي البداية لأول مرة الاتنين زي بعض، بعد كده بيختلف، وسيف على القديم زي ما هو، سيف أز بعمل بعض التغييرات والتعديلات. شكرا. لا عفوا هندسة، شكرا هندسة. باشمهندس صامويل سليمان تفضل. هندسة الو السلام عليكم. وعليكم السلام. باشمهندس سيف هو حفظ الملف، حفظ اي تغيرات على نفس الملف، سيف از بغير اسم الملف وبعتبره ملف جديد، واي حفظ جديد بيتحافظ على الملف اللي هو التاني الجديد يعني. تمام يا هندسة، شكرك يا هندسة جدا. هندسة احمد حسن، معلش يا هندسة هتابعك معانا شوية، يعني الناس اللي جاوبت يعني لو حضرتك تقدر تكتب اساميهم عشان هتحط لهم بونص ان شاء الله في نهاية المحاضرة، يعني حتى الناس اللي كتبت في الشات. تمام، انا بحاول اكتب برضو عندي يعني. باشمهندس انا متابعهم، بس يا ريت بس اللي انا طلبت منه رقم الكشف يبعته لي في الشات. تمام تمام هندسه. الاجابات كلها يعني ما شاء الله، يعني انت يعتبر جاوبت خلاص، مش محتاج ان اشرحها تاني. فنشرح. سيف بيحفظ لي، احنا قلنا لو انا فتحت الملف ادي لسه بقول يا هادي في الملف بتاعي،
ده انا ملف انا حافظه. خلينا في الملف ده، الملف ده لسه بقولي هادي فيه، لسه بكتب فيه. ففي اول مره سيف هي سيف از. تعالوا كده نروح على سيف براوس، او فتح معايا الشكل ده. طيب سيف از براوس نفس الشكل، يبقى معنى كده ان الاثنين واحد في اول مره. يعني طالما انا فتحت الجهاز او فتحت انا اسف فتحت الجهاز بعد كده المستند بتاعي وابتديت اكتب فيه، لسه بقول يا هادي، لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى سيف هي سيف از بيحفظ لك نسخه من الملف على الجهاز بتاعك. طيب نفترض ان انا ابتديت ان انا اعدل عليه، فتحته مره ثانيه وعدلت عليه وعايز احفظه. انا دلوقتي شغال على المستند بتاعي، عايز احفظ التعديلات الموجوده في الداخل، داخل المستند من سيف وليس سيف از. طيب انا عايز احفظ مني نسخه احتياطيه، هقول له سيف از براوس وروح اسمي النسخه الاحتياطيه باي اسم انا عايزه، واختار مكان الحفظ من هنا. انا عايز احفظه على الديسكتوب، رحت اخترت الديسكتوب واختار مكان الحفظ زي ما انا عايز. طيب لو قلت لك احفظه لي بصيغه البي دي اف، سيف از براوس تحت الفايل نيم او اسم الملف ده، اسم الملف بتاعك في حاجه اسمها السيف از. طيب نوع الحفظ، نوع الحفظ انا عايز احفظه كايه؟ كبي دي اف. هروح ادور من هنا على البي دي اف اهو، البي دي اف. بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك احفظ لي الملف بصيغه اسمها ريتش تكست، ريتش تكست فورمات من براوس، واروح على السيف از تايب او نوع الحفظ وادور على الامتداد اللي هو قال عليه ريتش تكست فورمات. ادي صيغه الحفظ اللي هو عايز بيها، واقول له بعد كده سيف. لو عايز احفظ نسخه احتياطيه منه او لو عايز احفظه بصيغه اخرى. طيب ده بالنسبه للفرق ما بين سيف وسيف از. طيب عندي قائمه مهمه جدا اللي هي برنت. انا لو خلصت الملف بتاعي وعايز اطبعه اروح على برنت، فظهرت معايا قائمه بالشكل ده. انا عايز اطبع الورقه اللي قدامي، اروح اقول له برنت، ادوس له على زرار الطباعه، على زرار الطباعه. طيب انا عايز اطبع ايه؟ انا عايز اطبع والله منها خمس نسخ من الكوبز. هروح هنا اكتب خمسة، يا اما من السهم اللي طالع لفوق ده اللي هو الاب، والسهم اللي هو الداون اللي في الاسفل ازود واقلل زي ما انا عايز. انا عايز اطبع من الورقة دي كم نسخة؟ 10 نسخ، 10 نسخ. طيب البرينتر ده اسم الطبعة اللي انت موصلها بالجهاز، تلاقي متعلم عليها علامة صح باللون الاخضر. طب البرينتر ده اسم الطبعة اللي هي ايه متوصلة على الجهاز بتاعك. طيب انا دلوقتي عندي كام صفحة؟ انا حاليا عندي صفحتين مثلا، وعندي نفترض ان انا عندي 3 صفحات. خلينا ماشيين واحدة واحدة مع بعض. عندي كم الفتح مايك بعد اذنكم اقفلوا. تمام، روح على فايل واقول له برنت. هنا لو انا عندي انا عندي كم صفحة؟ 3. انا عايز اطبع الثلاثة كلهم، انا عايز اطبع المستند بالكامل. فمن هنا اروح اختار كلمه اسمها برنت اول بيج، يعني انا هطبع كل الصفحات، هطبع كل الصفحات. تمام، اللي من تحت ده اللي هو انت واقف على اي صفحه، ادي واحد جاب لك الصفحه الاولى، اثنين الصفحه الثانيه، وهكذا، ثلاثه الصفحه الثالثه، ودي الصفحه الرابعه. ده اللي هو الزوم،
بتاعك. تمام تمام خالص. فانا دلوقتي عايز اقول له انا عايز اطبع كل الصفحات بتاعت المستند، فاروح اختار print all page يعني طباعه كل الصفحات. طيب جيت مثلا فتحت المستند ورحت حددت الجزء ده بس، حددت ايه الجزء ده بس، ورحت على فايل ثم print، من print all page هختار منها حاجه اسمها print selection، مش هتكون ظاهرة عند الناس عشان محدش محدد جزء معين عايز يطبعه. فبرنت سيلكشن بيطبع لي الجزء اللي انا محدده بس، الجزء اللي انا حددته بس اللي هيطبعه لي. طيب برنت كارنت بيج بيطبع لك الصفحة اللي انت واقف عليها. طب لو جيت اخترت برنت كارنت بيج هيطبع اي صفحة؟ هيطبع اللي هي صفحة 4 اللي انا واقف عليها. كده هيطبع اي صفحة؟ كده هيطبع الصفحة رقم 1. من فين؟ من print all page هختار حاجة اسمها print current page يعني طباعة الصفحة الحالية اللي انا واقف عليها. طيب قبل ما اكمل، هي الصورة ظاهرة عند الناس ولا لا؟ في حد بيقول ان هو مش شايف. هل الصورة ظاهرة عند الناس ولا لا؟ تمام تمام كويس ظاهرة. طب ممكن تشوف بس مشكلة الانترنت. تمام. طيب جيت بدل ما اختار برنت اول بيج رحت اخترت حاجة اسمها الكاستم برنت. يعني ايه كاستم برنت؟ طباعة التحديد. انا نفترض دلوقتي عندي كام صفحة؟ 10 صفحات. فانا عايز اطبع من الصفحة 2 للصفحة 8، اقول له 2 ماينس 8 اللي هو الشرطة، يعني كده هيطبع لي 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8. يبقى انا لو عندي 10 صفحات وعايز اطبع جزء معين او صفحات معينة اروح احدده هنا، هتطبع لي من الصفحة 2 للصفحة 8. طيب انا مش عايزك تطبع من اول 2 لحد 8، انا عايزك تطبع الصفحة 2 والصفحة 8. يبقى 2 2 فاصلة 8، الفاصلة معناها تطبع الصفحتين دول بس 2 و8. طيب انا خليته فوق عشان برضو الناس تكون شايفة. فلو قلت له 2.8 فهيطبع الصفحة 2 والصفحة 8. طيب لما اجي اطبع انا عايز الورقة تكبه وش وظهر، فيها كلام في الوش وكلام في الظهر. من print one side هقول له print both sides. print both sides. تمام؟ حلو خالص. طيب انا لو عايز اطبع وشي بس ما يبقاش فيه ظهر، يعني حتى الظهر يكون فاضي، اقول له print one side. one side هيطبعها لك وجه بس. طيب both side هيطبع لك وش وظهر. يعني ازاي يطبع وش وظهر؟ يعني ياخد مثلا صفحتين صفحتين، يعني الصفحة رقم 1 والصفحة 2 يخليهم وش وظهر لبعض. يعني خلي الصفحة 1 في الوش والصفحة 2 في الظهر، الصفحة 3 في الوش والصفحة 4 في الظهر، وهكذا. طيب في حاجة اسمها الكوليتد والانكوليتد، يعني مرتبة وغير مرتبة. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي كام ورقة؟ عندي 4. عايز اطبع من الاربع ورقات دول كام نسخة؟ 10 نسخ. فيطبع لي النسخة الاولى من 1 لحد 4، النسخة الثانية من 1 لـ4، النسخة الثالثة من 1 لـ4، وهكذا لحد ما يوصل للنسخة رقم 10. فكده رتب لي نسخة نسخة. طيب الـ uncollated غير مرتب،
مرتبه. يعني غير مرتبه، انا عندي كام صفحه؟ 4، وعايز اطبع كام نسخه؟ 10. فهيطبع لك من كل نسخه 10 10، يعني الصفحه الاولى هيطبع لك 10 نسخ، الصفحه الثانيه 10 نسخ، الصفحه الثالثه 10 نسخ، الصفحه الرابعه 10 نسخ، وبعد كده بترتب انت النسخ زي ما انت عايز. اما الكليه زي ما قلنا بيطبع لك نسخه نسخه لوحدها، يعني بيطبع لك اول حاجه المستند كامل من 1 لـ4 كده النسخه الاولى، بعد كده من 1 لـ4 النسخه الثانيه، وهكذا لحد ما يوصل لعدد النسخ اللي هو عايزه. طيب عندك حاجه اسمها البورتريت اورينتيشن. اورينتيشن طريقه العرض، الاتجاه بتاع المستند بتاعي. تعالوا كده نختار لاندسكيب اللي هو افقي، ادي شكله افقي، ده لاندسكيب اللي هو الاتجاه بتاع الصفحه بتاع الورقه بيكون افقي. طيب تعال كده نختار بورتريت، بيخليها لي راسي او عمودي، بيخليها لي بالطول، بيخليها لي بالطول. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الليتر او الاي 4، ده حجم الورقه بتاعتي. انا حجم الورقه بتاعتي ايه؟ اي 4. الكلام نفسه اللي انت كاتبه كاتبه لك كانك كاتب ورقه مثلا، او تعالوا كده نصغر بس كده، كل ما نختار احجام كل ما صغرت الورقه نفسها، فده حجم الورقه اهو زي ما انتوا شايفين، دي كلها احجام للورقه بتاعتك. الحجم اللي احنا بنطبع بيه اللي هو ايه؟ A4. A4 فده حجم الورقه. طب لا انا عايز اكتب الحجم يدوي بايدي، هدوس عليه واروح اختار اخر حاجه تحت خالص، حاجه اسمها ايه؟ المور بيبر سايز. المور بيبر سايز يعني احجام اكتر للورق بتاعك. عندك هنا اول حاجه نوع الورق بتاعك اللي هو A4. طيب العرض والارتفاع، الويتس والهايت، الويتس اللي هو العرض والهايت اللي هو الارتفاع. طيب عرض الورق بتاعتك عايزه قد ايه؟ طيب ارتفاع الورقه عايزه قد ايه؟ بعد كده اقول له اوكي. بعد كده عندك حاجه اسمها النورمال مارجن، مارجنز اللي هي الهوامش بتاعتك، الهوامش بتاعتك. يعني ايه هامش اصلا؟ طيب تعالوا من هنا نعرف يعني ايه هامش. هنا مش شايفين ان في مكان فاضي ناحيه اليسار مش مكتوب فيه كلام، وناحيه اليمين في كلام فاضي مش مكتوب فيه كلام، ومن فوق في كلام فاضي مش مكتوب فيه كلام، ومن تحت اهو اخر المؤشر هنا تلاقي في مكان فاضي ما ينفعش اكتب فيه كلام. ده معنى كلمه الهامش، هو الجزء الفاضي اللي بسيبه على الاطراف سواء كان يسار او يمين او فوق او تحت، فده اسمه الهامش الايسر، وده اسمه الهامش الايمن. اللي فوق ده اسمه ايه؟ الهامش الاعلى، واللي تحت ده اسمه الهامش الاسفل. شفتوا كده لما باجي العب في المسطره؟ تمام، بس ابتدي ان انا اشتغل على دول بس اهو، شايفين اللي بيحصل بيظبط معاك الهامش. ناحيه اليمين نفس القصه زي ما انتم شايفين، من هنا ده اهو من فوق. وده اللي هو الهامش اللي من تحت، فده معنى كلمة هامش. معنى كلمة هامش برنت والكاستم مارجنز، تختار الهامش بتاعك. طيب دول حاجات جاهزة، لا أنا عايز أكتب يدوي بإيدي، هقول له كاستم مارجنز، كاستم مارجنز. طيب إحنا قلنا في عندي هامش أعلى، هامش أسفل، هامش أيمن، وهامش أيسر. أدي الهامش التوب الأعلى، الهامش الأسفل، والهامش الايسر، والهامش الايمن. بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك خلي الهوامش بتاعتك 1 سنتيمتر. هروح ليها طريقه ثانيه، ناخدها كمان قدام من لي اوت واختار مارجنز، هروح على فايل بعد كده برنت بعد كده الكاستم مارجنز واختار كاستم مارجنز، واروح اكتب هنا الهامش الاعلى والهامش الاسفل والهامش الايسر والهامش الايمن بتوعي.
طيب عندك حاجة اسمها الجيتر والجيتر بوزيشن. يعني ايه الجيتر والجيتر بوزيشن؟ ناس تقول لي يعني ايه جيتر وجيتر بوزيشن؟ مين معايا؟ باشمهندس محمود، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الجيتر حضرتك هو المكان اللي بيتساب للتغليف عشان أعمل الطوب وأعمل الغلاف بتاعي، فعايز أعمله كبير أعمله صغير مكان التغليف، وعايز أعمله على اليمين أو أعمله على الشمال. ده بالنسبة للجيتر والجيتر بوزيشن. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة بس، بالنسبة للطباعة على الوش والظهر، أعتقد مش كل الطبعات بتطبع على الوش والظهر، وكنا بنعمل حاجة للموضوع ده إن أنا بطبع فردي 1 و3 و7 وهكذا، وأخدهم أدخلهم تاني وأطبع زوجي 2 و4 و6 و8 وكده. شكرا. بالظبط هندسة زي ما انت بتقول، في طبعات ما بتطبعش وش وظهر، فانا بطبع مثلا وش واروح اقلب الورق بتاعي فعلشان يعمل لي ايه، يطبع لي الظهر بتاعي. بس في اعدادات اصلا خاصة بالطبعة بتاعتك بتلعب فيها عشان تظبط اللي هو الوش والظهر، تمام. بس زي ما قال الباشمهندس محمود، في طبعات كده وطبعات كده، طبعات تطبع معاك على طول وش وظهر، وطبعات لا لازم انت تحركها مانيوال يدوي، تمام. طيب في حد ثاني كان معانا؟ مكان التوثيق وناحية التوثيق التغليف. طيب حلو خالص، حلو جدا. حرفيا مبسوط بيكم. طيب الجتر اللي هو جزء التكعيب، انا لما اجي اكعب ملزمة فبسيب مكان فاضي على الاطراف، بسيب مكان فاضي عشان احط فيه جزء التكعيب. يعني بصوا كده، بالظبط، او لو عايز تدبس بالظبط، بالظبط يا هندسه. طبعا كلنا عارفين يعني لما نروح عشان نكعب بنلاقي في مكان بالشكل ده، ده مكان التكعيب، ده مكان التكعيب، تمام. طيب ملزمة زي دي انا كعبتها على الاطراف اهي، ادي شكل التكعيب زي ما انتم شايفين على الطرف، بنلاقي فيه كشاكيل برضو متكعبة اهي، كشاكيل بالشكل ده عندك برضو اهو، حاجة بالشكل ده. عندك ايه تاني مثلا ممكن نشوفه اهي، دي كلها اشكال للتكعيب. اهو ده اسمه التكعيب برضو. فالمكان الفاضي اللي انا بسيبه، بسيبه ليه؟ بسيبه عشان خاطر ما يجيش على الكلام اللي انا بكتبه، تمام. ده اللي هو معنى كلمة تكعيب، ده اللي هو الجتر. يبقى المسافة اللي أنا بسيبها عشان خاطر التكعيب أهو زي ما أنتوا شايفين، المربعات الصغيرة دي هيسيبها لك كلها فاضية عشان ليه؟ عشان تكعب فيها، عشان تكعب فيها. طيب الجتر بوزيشن، مكان التكعيب عايزه فين بالظبط؟ عايزه ليفت ناحية اليسار، ولا رايت ناحية اليمين، ولا عايزه في التوب في الأعلى؟ انت بتختار المكان اللي انت عايزه. طيب حلو خالص لحد الان. طيب عندك حاجه اسمها الاورينتيشن، احنا قلنا ايه الاورينتيشن من شويه؟ اتجاه عرض الصفحه، عايزه لاند سكيب بالشكل ده افقي، ولا عايزه بورتريت اللي هو راسي. ده اللي هو بالنسبه للمارجنز، ناخذ في الاعتبار عدد الورق ومقاس الكعب ومكان التكعيب. بالظبط، بالظبط يا هندسه.
انا دلوقتي بنلاحظ كتير، يعني بصوا حاجه بالشكل ده، شايفين الاشكال دي؟ في حاجه اسمها الوان بيج برشيت، يعني الورقه اللي هطبع فيها، الورقه اللي انا هطبع فيها انا عايزه يطبع لي كام صفحه على الورقه دي. انا والله الورقه اللي هطبعها، الورقه الخاصه بالطباعه، انا عايز اطبع عليها مثلا في الوش يديني 4 صفحات. طب 4 صفحات بتاعت ايه؟ انا فاتح مستند، المستند 100 ورقه، فهيطبع لك اول 4 صفحات في المستند في الورقه، في ورقه واحده، هيحط لك الاربعه جنب بعض. ده معنى كلمه ان انا عايز اطبع كام صفحه في الشيت. ورقه الطباعه اللي انا بطبع عليها دي اسمها شيت، اسمها شيت. طيب لحد الان في اي مشكله في البرنت؟ في اي مشكله في البرنت او الطباعه؟ ده ارقام الكشف يا هندسه، الناس اللي جاوبت معايا النهارده اللي طلبها منكم مش مهندس احمد حسام. تمام، كويس خالص. لو عايز تضيف برواز يتكرر، دي ليها طريقه تانية يا هندسه، هقول لك عليها حاضر. لو عايز تضيف برواز اطار للصفحه، دي لسه هناخدها ان شاء الله. تمام، عندك بعد كده حاجه اسمها شير او مشاركه على الجيتر في ستام حسب عدد الصفحات. لا، هو مفيش ستاندرد للجيتر، يعني على حسب ما انت شايفها ايه. يعني انت برضو شوف معاك برضو سيدنا محمد البلاستيكيه بتاعه التكعيب، المقاس بتاعها قد ايه، فسيب لها على قد المساحه بتاعتها. هتسيب لها مثلا كمثال، انا هسيب لها 1 سنتي. سبت لها 1 سنتي في الجنب بس. طيب كويس خالص. اعتقد لكل ملزمة وحجم ورق بيتحدد قطر. بالظبط بالظبط يا هندسة. كيف اغير برنت ديفولت عندما تكون هناك اكتر من طبعه؟ لو سمحت في قائمه برنت اون بوث سايد مقرره. طيب حد سال هنا قال لي في البرنت بوث سايد برنت الاثنين متكررين، دي معناها بيقول لك لونج ايدج، بيعمل لك الحواف، بيخلي لك الحواف بتاعتك ويطبعها لك وش وظهر، بس الحواف اللي هي الاطراف بيخليها لك كبيره شويه. طيب اما الثانيه بيخليها لك ايه، شورت، قصيره الحواف اللي هي الاطراف. طيب مانوال اللي هو بيعمل لك طباع وش وظهر بس يدوي، يدوي. تمام، يعني ايه يدوي؟ يعني احط الورق في الوش، يعني زي اللي كان بيتكلم عليها البشمهندس محمود، احط الورق بعد كده يدوي، اروح اضطر ان انا اقلب الورقه وعشان اطبع الظهر بتاعي. ماشي. حاضر حاضر والله، انا بعتذر جدا انا متاخر عليكم في الجزء ده، بس انا بخلص شغل في المواعيد دي بالليل، فانا بعتذر جدا. ان شاء الله يعني احاول اظبط لكم بكره ان شاء الله الملفات كلها اللي انتم محتاجينها ك جزء اللي اتشرح، سواء كان الاختصارات او علامات الترقيم، وابعتها لكم. حاضر. تمام، حد سأل لو عايز انت اول حاجة بتعرف الطبعة عندك، لازم تعرف الطبعة على الجهاز، وبعد ما تعرفها بتيجي هنا تختار الطبعة اللي انت عرفتها، هيقول لك على طول ان هي ريدي، بس انت هنا بتعرف، لازم تعرف الطبعة اللي عندك على الجهاز الاول. تمام، برضو تعريف الطبعة زي ما قلنا ازاي بنضيف طبعة عن طريق كنترول بانل لوحة التحكم. شير، شير لو عايز اشارك الملف، ظهر عند الناس في 2016 او 2019 لو عايز اشارك الملف مثلا مع اصحابي، عايز اشاركه مثلا عن طريق الانترنت، عايز اشارك الملف عن طريق مستند
وورد بس عن طريق البريد الالكتروني، ولا عايز اشاركه كبي دي اف مثلا؟ انا عايز اشاركه كبي دي اف. بالظبط بالظبط يا هندسه. فهو انا هشاركه كبي دي اف بس فين؟ عن طريق الايميل، اهو ظهر معايا، فتح معاك الايميل بتاعك. يبقى من فايل واختار شير، هشوف انا عايز اشاركه. طالما ظهرت ليك العلامه اللي من فوق دي، معناه ان انا هشارك الملف ده بس عن طريق ايه؟ عن طريق البريد الالكتروني. هنا هشاركه كملف وورد، هنا هشاركه كملف بي دي اف، هنا اروح احفظه على الوان درايف. طيب ده بالنسبه لشير. طيب انا دلوقتي رحت على سيف اس بعد كده براوز، وعايز احفظه كبي دي اف. احنا قلنا بنغير نوع الحفظ، اروح اختار بي دي اف. نفترض انا وشغال ما لقيتش الصيغه دي موجوده في السيف اس، اعمل ايه؟ بروح على حاجه اسمها اكسبورت، اللي هو تصدير اكسبورت، وهتلاقي من فوق في كلمه اسمها كرييت بي دي اف، واروح اقول له ايه؟ كرييت بي دي اف. جاب لك على طول صيغه البي دي اف، وحدد مكان الحفظ مثلا ديسكتوب، واقول له ببلش يعني نشر. تمام. يبقى من اكسبورت، دي طريقه تانية بحفظ بيها عن طريق اللي هو البي دي اف. طب لو قلت له حاجه اسمها تشينج فايل تايب، تغيير نوع الملف، ظهر معاك انواع حفظ تانية اهي، تمبلت، ولا عايزه كورد مثلا 97 ل 2003، ولا عايزه مثلا بلين تكست، ولا عايزه مثلا ريتش تكست فورمات، فانت بتختار الصيغه اللي انت عايزها. نفس اللي انا بعمله في سيف اس، بعد كده براوز، بعد كده من طيب اروح اختار نوع الحفظ اللي انا عايزه من هنا. ترانسفورم معناها تحويل، بيحوله لك الى صفحه ويب، بس لازم تكون متصل بالانترنت. اقول له ترانسفورم، هو بيحمل تمام. فاحنا عرفنا يعتبر ترانسفورم بتعمل بيتحول المستند بتاعي الى ويب بيج، صفحه ويب، صفحه ويب. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها كلوز. بصوا كده انا عامل ايه دلوقتي، انا هقفل ده، هفتح مثلا المستند الاساسي بتاعي. الادوات دلوقتي متفعله. تعالوا كده نروح على فايل، بعد كده كلوز، واقول له سيف. تعمل ايه؟ بس كده كلوز بيقفل لي الملف بتاعك. انا عشان 365 راح اقفل على طول، لكن عندكم لو 2010 او 13 او 16 او 19 بيلغي لك تفعيل الادوات اللي من فوق. الادوات دي انا بستخدمها عادي اهي، اهي بستخدمها عادي، لكن لو دوست على كلوز هيلغي لي تفعيل دي الادوات اللي عندك، مش هتعرف تستخدمها خالص. طيب اللي فوق دي اسمها ايه؟ اكزيت. اكزيت اللي هو بيقفل لك الملف ككل. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الاكونت، هدوس عليها فظهرت معاك بالشكل ده. هتلاقي ناحيه اليسار الايميل بتاعك. انا ليه فاتح 365؟ عشان خاطر مدخل ايميل الجامعي بتاعي اهو. طيب تعالوا هتنزلوا في كلمه اسمها الاوفيس سيم، اللون بتاع النظام بتاعي بتاع الاوفيس، اختار بلاك. هذا شكل الاوفيس اتغير معايا، بيجي بالشكل ده. على فايل اكونت هروح اختار مثلا من الاوفيس سيم، هختار وايت، خليه لي ابيض. الدارك جراي يبقى بالشكل ده. الكلر فول يبقى بالشكل ده. انت بتختار الشكل المناسب اللي انت عايزه من اوفيس سيم، ده لون النظام بتاعك. ناحيه اليمين بيظهر لك الاصدار بتاعك. لو النسخه معمول لها تنشيط هيقول لي ايه؟ اوفيس او برودكت اكتيفيتد. البرودكت اكتيفيتد يعني النسخه
معمول لها تنشيط. طيب لو مش متنشطه يقول لك activation required. activation required يعني التنشيط مطلوب، وتحتها كاتب لك الاصدار بتاعك. انا هنا اصداري مايكروسوفت 365، تلاقي مثلا عندك اللي هو مايكروسوفت 2016 برو، مايكروسوفت مثلا 2013، فبتلاقي الاصدار هنا عندك. بعد الاكونت في حاجه اسمها الفيدباك. انا شايفها ان هي مش مهمه اصلا. ليه؟ انت بتبعت رايك لشركه مايكروسوفت. لو انت حبيت البرنامج هقول له ايه؟ send a smile، انا مبتسم، I like something، انا حبيت الشيء ده. طب لو ما حبيتهوش، I don't like something، انا ما حبيتش الشيء ده. طب لو عايز تبعت اقتراح اقول له ايه؟ انا عندي اقتراح ليك، فتروح تبعت له اقتراح. فالحاجات دي بتتبعت لشركه مايكروسوفت. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها اوبشن اللي هي الاعدادات بتاعتك. تعالوا كده لو جيت مثلا كمان ملف زي ده، ظهر فيه ايه؟ ظهر فيه الديت كرييتد اللي هو تاريخ الانشاء، ظهر فيه السايز اللي هو الحجم والفولدر وهكذا. طيب زي ده ايه؟ هتلاقي ظهر فيه اول حاجه خالص اسم المستند، الطيب نوع المستند، الاسر اللي هو المؤلف اللي هو صاحب المستند ده، طب السايز الحجم، والديت موديفايد اللي هو تاريخ التحديث. الاسر المؤلف اللي هو صاحب المستند، مين اللي اشتغل على المستند، اليوزر نيم، اسم الجهاز، اسم المستخدم. لو رحت على المستند بتاع الوورد ورحت على حاجه اسمها جنرال، ورحت اخترت منها في اليوزر نيم، رحت غيرت اسم المستخدم، سميه باي اسم انت عايزه، اقول له اوكي، اقفل واقول احفظ. شوف انا عايز احفظه فين، احفظه ولا لا. شوف عندي ليه ما تحفظش بالاسم اللي انا كتبته؟ ليه؟ ان حاجه زي دي لازم اعملها ايه؟ لازم اعملها قبل ما ابتدي اكتب في المستند. يعني ايه قبل ما ابتدي اكتب في المستند؟ يعني ما ينفعش مستند دخلت وكتبت فيه ولخبطت فيه وغيرت اللون وغيرت التنسيقات اروح اغير اسم المستخدم. ليه؟ لان حزمه اوفيس بتعتقد ان ان انت مش صاحب البرنامج ده، ان دي اصلا كان مبعوت لك مستند مكتوب فيه، فانت هتعدل عليه. هو ملوش دعوه انت كتبته على الجهاز بتاعك ولا انت كتبته بره ولا كتبته فين بالظبط، طالما في كلام مكتوب هو كده يعتبر المستند ده مش بتاعك، فمش بيسمح لك انت تغير اسم المستخدم. طيب مستند زي دي انا لسه ما اشتغلتش عليه، لسه بقول يا هادي، ساعتها بروح على فايل بعد كده اوبشن، وابتدي هنا اغير اليوزر نيم بتاعي، اسم المستخدم، اقول له اوكي، اروح احفظ الملف بتاعي على سطح المكتب باي اسم، اقول له سيف، واروح فين الملف؟ ادي الملف بتاعي. شايفين اللي حصل؟ في الاسر كاتب لك محمد رمضان. الطريقه دي كان بيكتشفوا بيها الابحاث. يعني انا كطالب لما اجي اكتب بحث انا هعرف انت كتبت البحث ده في سايبر بره ولا كتبته فين بالظبط. اروح ادخل على فايل بعد كده اوبشن، ابص على اليوزر نيم، ساعتها كنت بعرف اذا كنت انت اللي كتبت البحث ده ولا حد تاني كتبه لك ولا سايبر كتبه لك، ان السايبرات او المحلات اللي بره بتكون كاتبه اساميها هنا. طيب هنا بقى عندك حاجه اسمها الاوفيس سيم اللي هو برضو لون النظام،
اللي احنا عملناه من اكاونت من شويه، اللون بتاع الاوفيس، البرنامج انت شغال بيه. احنا بنغير اسم المستخدم ازاي؟ لا مش من بروبرتس، احنا بندخل على كنترول بانل وبدخل على حاجه اسمها اليوزر اكاونت او الحسابات الشخصيه، واقول له يوزر اكاونت، انا عايز اعمل ايه؟ اغير اسم الحساب، اقول له تشينج يور اكاونت نيم، ده اسم الحساب، ده اسم الجهاز بتاعك، اسم الاسم ده، اكتب الاسم اللي انت عايزه في اليوزر نيم هنا بس. طيب اسم المستخدم الداخلي للملف، اللي هو اليوزر نيم ده اللي تقصده ولا حاجه تاني؟ بس زي ما قلنا بتغيره من جوه عادي ممكن، بس بشرط واحد، ان لازم يبقى الملف عندك جديد لسه ما كتبتش فيه، لكن لو حطيت مستند انت كتبت فيه مش هيرضى يتغير معاك. من فايل اوبشن، اتاكد ان هو محدد لي كلمه اسمها جنرال، واروح على اليوزر نيم او اسم المستخدم واغيره. لو عايز اغير اسم الحساب او اسم المستخدم بتاع الجهاز بتاعي، بدخل على كنترول بانل، كنترول بانل، بقول له حاجه اسمها اليوزر اكاونت، اغيره من فين؟ اليوزر اكاونت، كنترول بانل، واختار يوزر اكاونت او الحسابات الشخصيه، ثم هختار برضو حاجه اسمها اليوزر اكاونت برضو الحسابات الشخصيه. بعد كده اقول له انا عايز اغير اسم الحساب، تشينج يور اكاونت نيم، تغيير اسم الحساب، اروح اكتب الاسم اللي انا عايزه واقول له تشينج نيم او تغيير الاسم. لا صعب، يعني انت دلوقتي عايز تغيره من هنا مش هتغير معاك الأسر. كليك يمين اهو بروبرتيز زي ما انت قلت. طب فين بقى اسم المؤلف؟ فين؟ هنا مش ظاهر معاك. كاتب لك هنا اسم المؤلف الأسر. تعالوا كده هنا نجرب، مثلا امسح، كتبت مثلا كمثال بالعربي محمد رمضان، اقول له اوكي. بقف عليه ما غيرهوش. ليه ما غيرهوش؟ احنا قلنا عشان ده ملف انا خلاص قفلته، يعني الملف طالما ما فتحتوش لاول مره فمش هتغير معي. اليوزر نيم يدل على اسم الكمبيوتر، ما هو اسم المستخدم بس الخاص بالكمبيوتر. بروبرتيز او خصائص، مش فاهم قصدك يا باشمهندس سعيد. فايل اوبشن. ده بالنسبة لجنرال. طيب بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي، بيجيب لك سؤال بيقول لك ايه؟ غير مكان الحفظ الافتراضي. يعني ايه الحفظ الافتراضي؟ هنعرفه كمان شوية. هروح على حاجة اسمها سيف. سيف عندك حاجة اسمها سيف اوتو ريكفر انفورميشن افري، يعني يعمل لك حفظ تلقائي للمعلومات كل قد ايه. يعني انا افترض دلوقتي شغال على جهاز الكمبيوتر، انا عايزه لوحده في المستند اللي انا فاتحه يحفظ لي كل 5 دقائق، كل 10 دقائق، وهكذا. بس معلش شوف بس، عادي كليك يمين هندسة بروبرتيز وخصائص، روح مثلا هتحط من هنا ال اسم المؤلف اللي انت عايزه،
حد بيقول ممكن بيتفتح تلقائي عند الضغط على حفظ والمربع الحواري بيفتح عليه. ايوه تمام بالظبط. هو ايه معنى اصلا حفظ التلقائي؟ حفظ التلقائي معناها ان انا دلوقتي نفترض انا شغال على المستند، شغال على جهاز كمبيوتر، انا خايف ان الكهرباء تقطع فكل اللي انا عملته هيروح. لا، هو لوحده كده هيحفظ لك الكلام انت بتكتبه داخل المستند لوحده. كل قد ايه اقعد اكتب، مهما اكتب هيقعد يحفظ مثلا كل 10 دقائق لوحده بدون ما اعمل اي حاجه من اوبشن وسيف. هاجي من هنا اللي هو السيف اوتو ريكفر انفورميشن افري، يعني يحفظ لك، يعمل لك حفظ تلقائي للمعلومات كل قد ايه، كل 10 دقائق. طيب الحفظ التلقائي ده لما يجي يحفظ المستند يعمل له حفظ تلقائي يحفظه فين؟ من حاجه اسمها الاوتو ريكفر فايل لوكيشن، مكان الحفظ التلقائي. وهنا محدد لك مكان، هدوس على براوس لو عايز اغير مكان الحفظ براوس، واختار مثلا من هنا الديسكتوب او سطح المكتب واقول له اوكي. اللي حصل غير مكان الحفظ الافتراضي، حفظ انا اسف الحفظ التلقائي بتاعك. يعني انا اديت له كل 10 دقائق هيعمل لي حفظ تلقائي. طيب انا دلوقتي نفترض انا بيعمل لي حفظ تلقائي، بعد نص ساعه راح الجهاز فصل. طب عايز ارجع للمستند تاني، طب انا ما اعرفش فين، فلازم انا من هنا الاول احدد المكان بتاعه هتحفظه لي فين. طيب الملف الاصلي لما اجي اعمل له سيف از براوس بيظهر ليك مكان حفظ، فالمكان اللي بيفتحه ده مره واحده ده اسمه الحفظ الافتراضي. ايه المكان اللي هيفتح عليه على طول الحفظ؟ هو هنا فتح لي على ايه؟ على الدوكومنت. بمجرد ما هقول له عايز احفظه بيفتح لك مكان افتراضي. هغيره من فين؟ من اوبشن ومن سيف، هقول له حاجه اسمها الديفولت لوكال فايل لوكيشن، مكان الحفظ الافتراضي او الحفظ الاساسي. ومن براوس اختار مثلا ديسكتوب واقول له اوكي. اقول له اوكي، تعالوا كده نحفظ مثلا سيف از براوس. اللي حصل هتلاقيه فتح معاك هنا ديسكتوب، دي الحاجات اللي موجوده على الديسكتوب اهي. فالاوتو ريكفر فايل لوكيشن اللي هو الحفظ التلقائي، الملف يحفظه لك فين بالظبط. طيب حفظ الملف اللي هو الاساس بتاعي او الحفظ الافتراضي بتاعه زي ما انتم شايفين، المكان اللي يفتحه لي اختاره برضو من اللي هو الديفولت لوكال فايل لوكيشن اللي هو مكان الحفظ الافتراضي. الملف الاساسي بتاعي احفظه فين، او ايه الصفحه اللي تفتح ليا اول ما اقول له سيف از. اما زي ما قلنا الاوتو ريكفر فايل لوكيشن اللي هو الحفظ التلقائي بيحفظ لك الحفظ التلقائي فين بالظبط. طيب عندك حاجه اسمها اللانجوج او اللغه، دي اللي هو اللغه بتاعت الاوفيس بتاعك، لغه الاوفيس بتاعك دي اللي هي اللغات اللي عندك اللي متثبته على جهاز. هتلاقوا عندك في حاجه اسمها الديسبلاي وحاجه اسمها الهيلب في اوفيس 13 و16. ديسبلاي اللي هي اللغه الاساسيه والهيلب اللي هي اللغه المساعده، لازم الاثنين تخليهم نفس اللغه. طب انا هنا ليه مش ظاهر عندي ديسبلاي وهيلب؟ تلاقيها مكتوبه من فوق عشان خاطر ده اوفيس 365. فانت هتروح على الديسبلاي لانجوج والهيلب لانجوج. ديسبلاي هتختار اللغه اللي عندك وتقول له ايه سيت از بيرفريد او سيت از اديفولت، يعني تعيين كافتراضي. هروح على الناحيه الثانيه اللي هي اللغه المساعده هختار برضو تعيين كافتراضي. يبقى لازم الديسبلاي والهيلب الاثنين يكونوا نفس اللغه، الاثنين يكونوا ايه نفس اللغه. طيب هنا دلوقتي انا البرنامج بتاعي اللي هو اللغه الانجليزيه، طب هنا انتوا شايفين ايه عربي، فحددت اللغه العربيه ورحت قلت له سيت از بيرفريد اللي هو تعيين كافتراضي وقال له اوكي. انا بيقول لك ايه ليز ريستارت اوفيس سو ذات يور لانجوج تشينج كان تيك افكت، عشان اللغه بتاعتي تظهر، عشان اللغة بتاعتي تظهر اعمل
عشان خاطر ان انا اللي هو القوائم اللي عندك او البرنامج بالكامل يتحول من انجليزي لعربي، واروح اقفله اهو، اجي افتحه مره تانيه، المفروض يكون اتحول معايا. وانا هجربه مثلا فايل اوبشن لانجويج، ادي اللغه العربيه عندك، وهنا برضو عندك اللغه العربيه، قول له اوكي مثلا. المفروض اول ما اقفله وافتح مستند جديد، المفروض اللغه تتغير عندي. تمام، اقفل ده برضه عشان يظهر معايا، احفظه على سطح المكتب اهو. فتحت اللي هو مستند الوورد بالشكل ده اهو. تمام، فايه اللي حصل؟ حول معايا المستند بتاعي الى اهو، المستند بالكامل عندك اتحول ايه بالعربي. ليه؟ لان انا منزل اللغه العربيه عندي اهو، ان انا منزل اللغه العربيه عندي. طيب ازاي تاني؟ من ملف او فايل، اقول له بعد كده اوبشن او خيارات اللغه العربيه، وقلت له تعيين كمفضله، وجيت من تحت اللي عند اوفيس 13 و16 هتلاقي في حاجه اسمها الهيلب والديسبلاي، اللغه الاساسيه واللغه المساعده، خلوا الاثنين نفس اللغه، خلوا الاثنين نفس اللغه. طيب ارجعها تاني انجليزي اهو، اقول له تعيين كمفضله، اقول له موافق، يرجي إعادة تشغيل أوفيس لتصبح تغييرات اللغة سارية المفعول. هذا قفلته، فتحته مرة تانية، فتحول معايا الأوفيس لإنجليزي. طب أنزل اللغة دي إزاي؟ من فايل أوبشن واللانجويج، هقول له أنا عايز أعمل انستول للغة إضافية، انستول اديشنال ديسبلاي لانجويج، واختار اللغة اللي بقول له انستول بالانترنت. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الكستمايز ريبون. كستمايز ريبون، ايه الكستمايز ريبون دي؟ هتلاقي ناحيه اليمين في حاجه اسمها المين تاب، اللي هو التابات اللي عندك فوق، اللي هو فايل هوم انسرت ديزاين لاي اوت. تعالوا كده من هنا اشيل علامه الصح من قائمه اسمها لي اوت. اولا بص فوق، لي اوت موجوده ولا لا؟ ديزاين موجوده ولا لا؟ موجودين. اشيل علامه الصح من عليهم واروح اقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ القوائم اتشالت من عندك. اظهرهم تاني ازاي؟ من فايل اوبشن، واروح على كستمايز ريبون او شريط القوائم او التبات، وعلم علامة صح على ديزاين ولي اوت. فالحاجات اللي انت معلم عليها علامة صح من هنا ظاهرة معاك اهي، ظهر التاني. طيب شريط الوصول السريع كنا اخدنا في الاول المحاضرة ازاي اضيف اداء فيه عن طريق السهم دي، وراح اختار الاداء اللي انا عايزها. كويك اكسس تول بار، حاجة اسمها كويك اكسس تول بار، اللي هو شريط الوصول السريع. بحدد الاداء اللي انا عايز اضيفها، واروح اقول له ايه؟ اداء اضافه. دي كل الادوات اللي متضافه فين؟ اللي متضافه في شريط الوصول السريع. انا حددت مثلا اداء بالشكل ده، وعشان اضيفها بصوا كده معايا هنا، دي الادوات بس اللي متضافه عندك. رحت انا حددت اداه جديده اسمها فايند او بحث، هقول له اد او اضافه، واقول له بعد كده اوكي. اللي حصل؟ اهي ضافها لي هنا. طيب الغيها ازاي؟ لان
هروح على فايل ثم بعد كده اوبشن بعد كده الاداء واقول له ريموف او ازاله ثم اقول له اوكي اتشالت من عندك. طيب حلو خالص. عندك بعد كده حاجه اسمها ادفانسد. انا دلوقتي ده سبب بعد اذنك خليني هوست معلش. تمام. انا دلوقتي مثلا كتبت رقم بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. فالرقم ده بالانجليزي انا عايز اخليه عربي. اخليه عربي ازاي؟ هروح على فايل بعد كده اوبشن بعد كده في حاجه اسمها ادفانسد متقدم. انزل لتحت شويه هتلاقي في كلمه اسمها نمرال اللي هو الترقيم. فهو هنا مختار ارابيك. فارابيك هتظهر لك الارقام بالشكل ده اللي هو ايه الارقام الانجليزيه. طب تعالوا كده نختار هندي واقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ حولها لك بالعربي 1 2 3 من فايل بعد كده اوبشن بعد كده ادفانسد او متقدم وادور على حاجه اسمها ايه نومرال. فين اهي؟ فارابيك بيخليها لي 1 2 3 بالانجليزي، هندي بيخليها لي بالعربي لان اصل اللغه العربيه هنديه. طيب كونتكست بصوا كده انا دركت اللغه بتاعتي ايه عربي. طيب اللغه بتاعتي انجليزي فكونتكست فهي خاصه بايه؟ كونتكست اللي هو على حسب اللغه بتاعت الكتابه. على حسب اللغه بتاعت الكتابه بتاعتك بيعمل لك كمان لغه الارقام. طيب بتاعت المستند عشان بس خليني انا عايز اغير اللي هو المقاسات بتاعتي. انا مش عايز اخليها بالسنتيمتر، انا عايز اخليها بالانش، عايز اخليها مثلا بالبكسل. اروح على فايل بعد كده اوبشن بعد كده برضو ايه ادفانسد. انا قلت عشان اغير الترقيم من نومرال. تمام انا دلوقتي عايز اغير مقاسات، هروح ادور على حاجه اسمها من قائمه ديسبلاي تلاقي في حاجه اسمها الشو ميجرمنت ان يونتس اوف، يعني بيظهر ليك وحدات القياس بوحدات ايه، بيظهر ليك القياس او وحدات القياس بتاعتك بوحده ايه، الانش ولا السنتيمتر ولا المليمتر ولا البوينت ولا البكسل. انت بتختار الوحده بتاعتك. انا شغال بايه؟ بالانش. انشو ميجرمنت ان يونت تختار هنا وحده القياس بتاعتك. ما عندي في القائمه دي لحد الآن. في أي مشكلة؟ دي إن أنا أشرح النهاردة. إن أنا وعدتكم مشكلة بس تتفهم. متفايل هي اللي هتتاخد في الباوربوينت، هي بالظبط، هي اللي بتتاخد في الاكسل، فمش هيكون فيها جديد. اللي احنا اخدناه النهارده في قائمه فايل هوم
خدنا القائمة الأولى بالتفصيل ممل، دي الأدوات دي شرحناها كلها مع بعض. حد عنده مشكلة في الأدوات دي؟ حد عنده مشكلة في أي أداة من الأدوات دي الموجودة معايا؟ حد عنده مشكلة في أداة من الأدوات دي؟ الأمور كانت بسيطة على الناس إن شاء الله بإذن الله. ونشرح فيو، دي محاضرة التلاتة إن شاء الله. محاضرة الأربع بإذن الله يعني ربنا يدينا طولة العمر نشرح فيها قيمة الخميس، هناخد لأوت وهنكمل باقي القوائم بإذن الله. قبل كتير إن شاء الله الورد يخلص الخميس أو السبت، لأن الجمعة زي ما اتفقنا هيبقى إجازة، بس ما تقلقش هنمشي واحدة واحدة زي ما احنا ماشيين النهارده.